إذن من القاهرة ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي مرحبا بك، نستطلع منك ما الذي يجري في دير الزور والأخبار العاجلة التي وردت للتو عن حالات تسمم بين عناصر يتبعون للحرس الثوري الإيراني؟ طبعا بالنسبة للحرس الثوري الإيراني هم عناصر من جنسيات غير سورية، ولكن دعنا نتحدث عن ما يجري الآن في هذه اللحظة بعد حالات التسمم. هناك استهدافات متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية أو بين طائرة مسيرة يرجح بأنها أمريكية استهدفت موقع فارغ في أطراف دلة السكرية تابع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، موقع لا يوجد فيه أي عنصر حرس ثوري إيراني ولا ميليشيات موالية لإيران. قبل ذلك كان هناك استهداف بثلاث صواريخ من قبل المجموعات المدعومة من إيران لحقل كونيكو للغاز. مكان الاستهداف أستاذ رامي أمريكية. مكان الاستهداف مرة أخرى إذا سمحت. نعم، حقل كونيكو للغاز جرى استهدافه هو قاعدة أمريكية بثلاث صواريخ من قبل المجموعات المدعومة من إيران. كان هناك أيضا استهداف بطائرة مسيرة يرجح بأنها أمريكية لمبنى أو مركز نقطة عسكرية تابعة لميليشيات الحرس الثوري الإيراني في أطراف بلدة السكرية في منطقة البوكمان دون تسجيل خسائر بشرية، سواء في استهداف النقطة الفارغة العسكرية من قبل الطائرة المسيرة التي يرجح بأنها أمريكية أو حتى بالصواريخ التي استهدفت حقل كونيكو. لكن دعنا نقول بأنه خلال 48 ساعة ثلاثة استهدافات للقواعد الأمريكية من قبل المجموعات الموالية لإيران، استهدافين كان لحقل العمر النفطي والذي هو أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، والاستهداف الآن لحقل كونيكو للغاز والذي أيضا يتواجد في قاعدة أمريكية. طيب يعني نستطيع رأيك فيما يخص أخبار عاجلة وتزودنا بأخرى للتو أستاذ رامي. ماذا عن السؤال الأول، يعني العناصر الذين يعني نقل بأنهم قد تسمموا، هل ثمت معلومات عن هذه القضية؟ معلومات دقيقة وكاملة لا يوجد، ولكن دعنا نقول بأن إيران وميليشياتها حتى لو حاولت بأن تقول لنا بأنها لديها حاضنة شعبية في محافظة دير الزور هي مرفوض رفض كلي إلا من بعض المرتزقة الذين ينتقلون من ضفة إلى أخرى. الواقع بأن إيران، ونحن نعلم منطقة دير الزور لا تحب إيران، لا تعاطف مع إيران، ولكن الواقع بأن الأوضاع الاقتصادية في سوريا جعلت أبناء تلك المناطق يعملون مع إيران أو يحصلون على مساعدات من قبل الميليشيات الإيرانية، ولكن إيران لديها مشروع كامل في شرق سوريا وتحدثنا عنه مرارا وتكرارا من منطقة البوكمال وصولا إلى الحدود الإدارية مع الرقة وحتى إلى الحدود الإدارية بريف حلب الشرقي. شكرا جزيلا لك من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.